وفي بلدات أخرى من ريف دمشق واصلت وحدات جيشنا الباسل ملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية في حي برزة، وقضت على أعداد منهم جنوبية مشفى تشرين وعلى امتداد تلة المصطاح، ومن بين القتلى الإرهابي محمود فواز الدالاتي. وفي حرستا تم القضاء على أفراد مجموعات إرهابية عرف منهم حمزة فضلون وغسان محمد الحبوش. وفي بلدة المليحة تم القضاء على الإرهابيين عدنان الحرستاني وحسن هرة والإرهابي أحمد علي خبية متزعم إحدى المجموعات الإرهابية في بلدة عربين. وفي دوما ومزارع البحارية تم القضاء على إرهابيين مما يسمى لواء الإسلام، من بينهم محمد عوض وأحمد صلاح الهندي ونعيم حسن عبد الدايم. وفي بلدة الذيابية والحسينية تم القضاء على إرهابيين من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة، من بينهم الفلسطيني ربيع حسن درغام ويحيى طيارة ومأمون النميري ومحمد إبراهيم تلاوي الملقب بالشيخ أبو اليمان، أحد متزعمي ما يسمى دولة الإسلام في العراق والشام. وفي بلدة حجيرة قتل عدد من الإرهابيين، من بينهم الأردني عماد محمد خلوصي ولطوف السماحي وجهاد الأعور.